صباح الخير على حضراتكم من جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية هي واحدة من ثلاث جامعات، بنتكلم على جامعة القاهرة وجامعة بني سويف وجامعة الدلتا. الجامعة دي أنشئت في 2019 ودخلت العمل بشكل فعلي في انتظام الدراسة فيها كانت في 2020. المورد البشري هو أهم عنصر أو أهم الموارد اللي بتمتلكها مصر، علشان كده هنا بيتم تعليم الطالب الصناعة والتكنولوجيا، هنا بيتم تأهيل الطالب في كل متطلبات سوق العمل عشان يقدر يكون عندنا خريج سوق العمل محتاجه بشكل حقيقي وفعلي. اللي بيحصل هنا والطالب بيتعلم ايه هو ده اللي هنتعرف عليه داخل جولتنا في جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية. يلا بينا. زي ما احنا عارفين ان مصر خدت خطوات جادة جدا لتوطين الصناعة، لكن ما ينفعش نتكلم عن توطين صناعة غير لما يكون عندنا تكنولوجيست او يكون عندنا خريج مواكب لمتطلبات سوق العمل، مش بس المحلي لا الدولي كمان، وده عمره ما هيتم غير بوجود معامل مجهزة باحدث التقنيات التكنولوجية زي المعمل اللي احنا موجودين فيه هنا وهو سمارت جريد، واحد من بين 15 معمل تقريبا موجودين في جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، ده بالاضافة لعشر معامل اخرى بيتم تجهيزها علشان تكون موجودة في العام الدراسي الجديد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن المعمل ده من الدكتور سيد الفار، وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشؤون التدريب وخدمة المجتمع، اللي مشرفنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. دكتور، في الأول عاوزين نعرف يعني مقتنيات هذا المعمل. بنتكلم على معمل سمارت جريد، وهو يعني تم إنشاؤه وتصميمه من خلال بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، عاوزين نعرف مقتنياته إيه؟ الحقيقة المعمل اللي احنا موجودين فيه حاليا هو يعني يعتبر من أحدث المعامل اللي الجامعة حريصة على إنشائها، ده بجانب المعامل زي ما حضرتك تفضلت في مجموعة من المعامل السابق تجهيزها بتصل أكثر من 15 معمل، وحاليا الجامعة بتسعى كمان لتجهيز 10 معامل مع بداية العام الدراسي. فالمعمل اللي احنا موجودين فيه زي ما حضرتك تفضلت برضو انه معمل سمارت جريد، والسمارت جريد ده بيخدم تخصص الطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب انه في جزء تاني لما هنشوف مع بعض يعني ان شاء الله في جزء آخر يعتبر معمل منفصل بس هو ملحق بالمعمل حاليا. نعم. يخص قسم ميكاترونيكس. خلينا نتكلم على المعمل ده تحديدا، إيه اللي بيميزه عن أي معمل موجود في أي جامعة تكنولوجية أخرى؟ هو حضرتك طبعا تخصص الطاقة الجديدة والمتجددة يعتبر من التخصصات الحديثة، توجه الدولة كله مهتم بالطاقة النظيفة. صح. اللي هي تمثلها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والجامعة أحد تخصصاتها الموجودة هو تخصص الطاقة الجديدة والمتجددة. بعد ما الطالب بيدرس سنتين ممكن يتخصص في يا إما سولار يا إما ويند تكنولوجي. المعمل اللي موجود حاليا بيخدم المسارين دول، مسار الطاقة الشمسية ومسار طاقة الرياح. وبالتالي المعمل اللي موجود فيه مديولز تمثل الطاقة الشمسية، في مديولز تمثل طاقة الرياح، في مديولز تمثل الأحمال اللي هي المنزلية أو الصناعية أو التجارية. فده الجزء الخاص بالسمارت جريد، كل ده بيتم من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي والبرمجة الحديثة، بتدار من خلالها الشبكة عشان تبقى سمارت جريد، تدار عن بعد بحيث ان انت توصل لأقل تكلفة في الانتاج والاستهلاك. انا عاوز اعرف من حضرتك المعمل ده تحديدا اللي بيدرس فيه هل بيكون طلبة ولا كمان طلبة والدكاترة والمهندسين عشان يعرفوا ايه هي المستجدات الجديدة والمتطلبات الجديدة لسوق العمل، بالإضافة لفكرة التعليم عن بعد اللي ظهرت ما بعد جائحة كورونا؟ تمام، السؤال ده مهم جدا، لأنه وجود مثل هذه المعامل في داخل الكلية ده بيمثل إضافة لحاجتين. أولا خدمة الطالب وهو أثناء دراسة المقررات الدراسية اللي عليه في اللائحة الدراسية، إلى جانب أنه كمان بنستفيد في وجود مثل هذه المعامل في تدريب الطالب على أحدث التقنيات اللي هيلاقيها في سوق العمل بعد تخرجه في أثناء فترات التدريب. وهنا المعمل بيخدم كم قسم تحديدا؟ المعمل هنا بتحديدا بيخدم يعتبر تخصصين، التخصص الطاقة الجديدة والمتجددة وتخصص الميكاترونيكس. في
الحقيقة مصر ظلت لسنين كتيرة قوي كانت بتفتقد لخريج مدرب ومؤهل للتعامل مع الأطراف الصناعية والأجهزة التقومية، لكن جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة كانت سباقة في أن هي تضم قسم جديد ليها، وهو قسم الأطراف الصناعية والأجهزة التقومية، علشان تخرج خريج يقدر يتعامل مع هذا النوع ويكون مؤهل لسوق العمل مش بس المصري زي ما قلنا لحضراتكم، لا كمان سوق العمل الدولي والعالمي أيضا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر في القسم ده من دكتور علي حسن، رئيس قسم الأطراف الصناعية والأجهزة التقومية. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. عاوزين نعرف من حضرتك في البداية إيه الفرق ما بين الأطراف الصناعية والأجهزة التقومية؟ بالنسبة للأطراف، إحنا الإنسان عندنا طرفين علويين اللي هو الدراع، صحيح، وطرفين سفليين اللي هم رجلينا اللي بنمشي عليه. لو حصل لا قدر الله نتيجة حادث، نتيجة إصابة، نتيجة مرض، بتر في أي طرف في الدراع أو في الرجل على أي مستوى، ده بيحتاج نعوضه بطرف صناعي، طرف صناعي يركب مكان القديم ويحاول يؤدي الوظيفة إلى أفضل مستوى ممكن أو متاح. إنما أجهزة تقويمية، في واحد مثلا محتفظ بدراعه ورجليه عادي، لكن في ضعف، في لا قدر الله شلل، في تشوه أو اعوجاج، بيحتاج أجهزة تركب على الدراع الأصلي وعلى الرجل إنها تحسن لنا شكل الدراع وشكل الرجل وتحسن الوظيفة وتساعده إنه يقدر يعمل الوظيفة. فطرف صناعي نتيجة بتر، إنما جهاز تقويمي بيكون بيركب على الطرف الأصلي اللي هو بتاع الإنسان، إيدي أو رجلي. يمكن السادة المشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي دايماً بيتبادر للأذهان كده إن فكرة الأطراف الصناعية دي هي حاجة بتيجي من الشركة المصنعة وبيتم تركيبها من خلال دكاترة، مش باحتياج لفني أو شخص مدرب للتعامل مع الصيانة لهذه الأطراف. إيه الجديد اللي أنتوا بتقدموه؟ وعاوزين بقى نوضح أكتر الفكرة للمشاهد. أصلاً ما عندناش في مصر أي جامعات أو برامج تعليمية بتخرج خريج متخصص في صناعة الطرف الصناعي والجهاز التقويمي. إحنا من الأساس الشركة اللي حضرتك بتقول جايبة الجهاز، احنا بنخرج ناس هي اللي هتشتغل في الشركة دي وتصنع الأجهزة دي بنفسها. فجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية كانت سباقة الحقيقة، وهي أول جامعة تبتدي البرنامج ده سنة 2020. يعني احنا إن شاء الله السنة دي كم طالب تقريبا يا دكتور موجود؟ أول دفعة قابلناها في البرنامج كانت حوالي 20 طالب. تاني دفعة العدد زاد شوية وصل ل 75 طالب. هنبتدي السنة الجديدة إن شاء الله اللي هي 22-23، لسه ما نشوف التنسيق هيجيب عدد قد ايه. بتاخدوا تنسيق من كم في المية السنين اللي فاتت؟ يعني السنة دي هي اللي حضرنا أكتر، كنا واخدين تقريبا بنقبل من 64%، وبنقبل من شعبة اللي هي السنة والعام اللي هو علم علوم. ازاي بقى بتعززوا الإمكانيات اللي موجودة عند الطالب ده علشان يقدر يواكب المتغيرات اللي موجودة في أجهزة أو أطراف صناعية وأجهزة تقويمية؟ أعتقد كل يوم فيها جديد، بقى زي ما بنشوف السنين اللي فاتت هو شكل جهاز وثابت على كده، لا كل يوم فيه جديد. هل هناك بروتوكولات تعاون موجودة مع الشركات المصنعة بتدربوهم عملي ولا نظري؟ نوع التعليم اللي بياخده هنا في الجامعة؟ إحنا هنخرج راجل متخصص في صناعة معينة، فلازم يكون عنده المهارات، يعني يكون عنده المهارات السكيلز بتاعت ايده اللي هيشتغل بيها، وعنده المهارات الذهنية اللي هي العلوم اللي هيدرسها، المادة العلمية اللي هيبني عليها الشغل بتاعه، ولازم ينزل يتدرب في أماكن. عندنا في مصر الجامعة عاملة بروتوكولات تعاون مع كل ما هو يمت لصناعة الأطراف الصناعية أجهزة تقويمية. يعني عملنا بروتوكول تعاون مع اللي هو المركز بتاع تأهيل العجوزة، ده خاص اللي هو بتاع الجيش اللي في العجوزة، عندهم مصنع لإنتاج الأجهزة التقويمية والأطراف. في كمان المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي في إمبابة اللي هو معهد الشلل سابقا، عندهم مصنع عاملين معهم بروتوكول تعاون، بنبعت الطلبة بشكل أسبوعي يتدربوا عندهم. في القطاع الخاص ما خلناش، في شركة أورسو ميديكس دي قطاع خاص عندها مصنع شغال في المجال ده، بنبعت الطلبة تتدرب معهم. في أخبار عن أفاق تعاون دولي بقى أو عالمي؟ التعاون الدولي إحنا ماشيين على اتجاهين،
اتجاه ان احنا نشوف الجامعات الرائده في المجال ده، فعملنا تواصل ولقاءات مع جامعه ستراسكلايد في اسكتلندا، واحنا بصدد عمل توأمة معاهم شغالين عليها ان احنا هنعملها ان شاء الله. عظيم جدا. بحيث يكون التدريب عندنا والتدريس والخريج بتاعنا على مستوى دولي. في كمان شهادته كده هتبقى معتمده كمان من الجامعه دي؟ هي مش هتعتمدنا، هي جامعه زينا بس هي سبقانا شويه، فبنستفيد من الخبرات بتاعتهم، وان احنا لو عملنا توأمة يبقى يكون في اعتراف بالخريج بتاعنا عندهم. في بقى الجمعيه الدوليه للاطراف الصناعيه والاجهزه التقويميه اللي هي الانترناشنال سوسايتي فور بروستيكس اند اورثوتكس، الجمعيه ديت حاطه معايير لاي كليه او جامعه عايزه تدرس البرنامج ده، حاطه معايير يعني بتقول ان لازم تدرسوا لهم كذا وكذا 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 وكذا، وتغطوا ساعات تدريبيه شكلها كذا وتعملوا كذا عشان تخرجوا خريج معترف به دولي. ديت اللي ممكن تعتمد البرنامج عندنا، واحنا بصدد ان احنا تعديل اللائحه دلوقتي عشان تكون متوافقه مع المتطلبات بتاعتهم بالظبط. نعم. مصر من أغنى الدول بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتحديداً الطاقة الشمسية، والسبب في ده وقوعها في خط أو في قلب الحزام الشمسي العالمي. بنتكلم هنا على خط عرض 22-31.5 شمالاً. علشان كده مصر عندها خطة استراتيجية طموحة بالاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية تحديداً بنسبة 42% من الكهرباء هتكون موجودة في الاستراتيجية الخاصة بمصر في إنتاج الكهرباء الخاصة بها في 2035. ده في الحقيقة عمره ما هيحصل غير لما يكون عندنا كادر بشري مدرب قادر على التصنيع والتشغيل، وده اللي بيحصل هنا جوه الجامعات التكنولوجيا أو جوه الجامعات التكنولوجية الحديثة. وهنا بنتكلم على جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية اللي موجودة في قلب القاهرة الجديدة. تعالوا نعرف جوه المعمل ده إزاي بيتم تدريب الطلبة على التشغيل وعلى التصنيع من المهندسة سارة هلال، معيدة في البرنامج الخاص بالطاقة الجديدة والمتجددة. أهلا بك يا باشمهندسة. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني إحنا جوه معمل بتدربوا فيه الناس على التشغيل وعلى التدريب. حقيقي. عاوز أعرف إزاي ده بيحصل من خلال كده محاكاة سريعة للمعمل. في البداية هو المعمل دوت خاص بنظام أو برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة. المعمل هنا بينقسم لتو برانشز أساسيين، تخصصين أساسيين، طاقة شمسية وطاقة الرياح. كمان في جزء كمان عندنا طاقة الهيدروجين، وفي بعض الأبليكيشن الصغيرة في المعمل عندنا. طيب في البداية كده هوت إحنا بناخد الطالب من البداية خالص، من أول نقطة الصفر اللي هو في سنة أولى، نبدأ نعرفه يعني إيه أصلا نظام طاقة شمسية أو إيه هو نظام الطاقة. عن طريق كتات صغيرة هنا، هي نماذج بسيطة خالص بنبدأ نشوف بيها هل أو بنبدأ نحكي بيها نظام الطاقة الشمسية في الأساس ماشي إزاي. نعم. عن طريق مثلا بعد الخلايا الشمسية الصغيرة، ويبدأ يقيس الخارج من الخلايا الشمسية ويبدأ يعمل تطبيقات عليها. في المرحلة البدائية برضو بياخد برضو طاقة الرياح. نعم. عندنا اللي هو بيبدأ يشوف تربينات صغيرة. وعن طريق برضو نحنا بنحكي له الرياح نوت عن طريق مراوح بسيطة، بيبدأ منها يدور التربينة، وبعديها بنبدأ ناخد الخارج من التربينة دوت نقيسه، فبيبدأ يكون تطبيق أو أبليكيشن على اللي بيحصل بره. طيب دي في المرحلة الأولى اللي هي سنة أولى. سنة تانية بقى، أول ما نطلع لسنة تانية لا بنبدأ خلاص سيبنا بقى الأنظمة الصغيرة دي، دخلنا في تطبيقات كبيرة شوية اللي هي الأنظمة الحقيقية اللي موجودة بالفعل. أنا بشرح الأول وبديله بريف عن اللي بيحصل، وببدأ أقول له والله كله. أنا هنا عندي سؤال. اتفضل حضرتك. يتعلم الأول تشغيل وكنترول ولا يتعلم تصنيع؟ احنا هنا احنا مش كمصنع هنا هوت لخلايا شمسيه، احنا هنا منفذ على ارض الواقع، هنا كفكره فني او تكنيشن، وده بالفعل عملناه اصلا في الجامعه ان هنا عن طريق ان احنا انشانا محط فوق طاقه او اكتر من محط طاقه شمسيه عندنا بتحاكي بقى ارض الواقع حقيقي. وكان اثناء تصنيعها كان في طلبه بتبقى موجوده معانا كتريننج، لان اللي بيحصل بره هو نفسه اللي حصل هنا. فبالتالي دربنا الطالب على النظري والسيميوليشن بتاع العملي والعملي كمان الحقيقي. فده كان نظام عندنا الاوف جريد سيستم والاون جريد سيستم لطاقه شمسية كبي في سيستم يعني عندي. لسه مستمرين مع حضراتكم في جولتنا داخل جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، ودلوقتي احنا جوه معمل تابع لقسم البترول. قسم البترول هو واحد من أهم الأقسام اللي موجودة في جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية. ليه؟ لأن دلوقتي كل النمو اللي بيحصل لشركات البترول
هو بيكون للشركات اللي بتعتمد على الأفكار والحلول الرقمية اللي ليها جزء كبير من السرعة في تلبية متطلبات السوق. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن قسم البترول داخل جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة أو جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية من خلال الدكتور محمد غريب رئيس قسم البترول في الجامعة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. أهلا بك وفي الجامعة التكنولوجية الجديدة. دكتور يعني عاوزين نعرف من حضرتك القسم ده إيه اللي بيميزه عن أي قسم آخر ممكن يكون جوه كلية من كليات الهندسة؟ هو هنا بيختلف عن الهندسة يعني. يعني هنا تكنولوجيست وهناك بيبقى مهندس. هنا تكنولوجيست ودي أول مرة تتعمل في الأريا نفسها في المنطقة. مصر سباقة للكلام ده. تكنولوجيست لتشغيل معدات البترول، تشغيل أجهزة البترول، تشغيل حقول البترول. كليات الهندسة التانية بتخرج مهندس لتصميم ومتابعة أداء وأداء أبار البترول وخزانات البترول نفسها. هنا التكنولوجيست ما بيتعاملش مع الخزان، بيتعامل بعد المهندس ما بيقول له فيه زيت أو فيه غاز إزاي ينتجه، وبعد ما ينتجه إزاي يعني أحاول أوصله لمنتج ينفع أوديه لشركات تكرير إنه أقدر يعني أطلع منه البنزين والكيروسين والحاجات اللي هي مشتقات البترول، مشتقات البترول كلها. فده قسم مميز جدا حقيقه. حقول البترول بقى اخبارها ايه لوجود الطلبه فيها علشان يقدروا يعملوا، مش عاوز اقول بقى محاكاه في المعامل، لا، ينزلوا الارض الواقع ويشوفوا الحقل ده بيشتغل ازاي، يتعامل ازاي مع المعده اللي موجوده، مع الكنترول اللي موجود كمان. احنا عندنا هيئه البترول، هيئه طبعا اكبر هيئه يعني الحاجه الاساسيه صحيح في الدوله بالنسبه للبترول، بتدعم برنامج دعم كامل. يمكن انا مش هرجع بس سنه صغيره، إن هيئة البترول اشتركت في وضع البرامج معنا. إيه اللي مطلوب؟ هي محتاجة إيه؟ إن إحنا عدنا مع المتطلبات اللي عندها اللي محتاجة سوق العمل. محتاجة مش سوق العمل هنا بس، إن هيئة البترول بتبص كمان بعد ما تدرب الطالب إنه ممكن أو التكنولوجيست يطلع بره. ده مدرب يشتغل في كل الدول. فبقت هيئة البترول داعمة إن إحنا عمليات التدريب بتاعنا.